الوحدة، الثانية البيئة الساحلية، الدرس الأول الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية. أول حاجة، ما المقصود بالبيئة الساحلية؟ هي المناطق اللي بتطل على البحر أو المحيط وبتتأثر بيه بشكل كبير، سواء في مناخها، أعمال سكانها، وعادات والتقاليد اللي بيتسموا بيها. طيب هندرس إيه في البيئة الساحلية؟ أولا الموقع، مظاهر السطح، المناخ، النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، كل ده هي خصائص البيئة الساحلية. أولا الموقع، يا ترى موجودة فين؟ البيئة الساحلية موجودة في مصر على الساحل الشمالي، ساحل البحر الأحمر، ساحل شمال الدلتا، والساحل الشمالي لسيناء. وطبعا من أهم مظاهر السطح السهول الساحلية والجزر، البحيرات، الخلجان والرؤوس الأرضية والشعب المرجانية. ثالثا المناخ، طبعا البحر بيلعب دور مهم في تلطيف درجة الحرارة اللي بتكون معتدلة طوال العام، وإن كانت تميل إلى الارتفاع خاصة في فصل الصيف. مش بس الحرارة، كمان عندي الرياح اللي بتهب صيفا وتكون هادئة تلطف الجو، أما شتاء فبتسبب أمطار غزيرة مما يؤدي إلى حدوث النوة. ثالث حاجة الأمطار، الأمطار على البحر المتوسط تسقط في فصل الشتاء وتساعد على إقامة الزراعة، أما في البحر الأحمر فهي تندر ولكنها أحيانا تسبب السيول. رابعا الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية، على ساحل البحر المتوسط بتنمو الحشائش وأشجار الزيتون واللوز، وطبعا عندي حيوانات زي الغزلان، أما البحر الأحمر أشجار المنجروف ويعيش القط البري وقليل من الغزلان.